أنا حسن راجي مزعل أشرعة، والد راشد حسن راجي أشرعة، راشد بالأمن العام شرطي بوزارة البيئة منطقة عمان عبدون. صار معي ب 19/5 مشكلة بيني وبين جيراني على عنز دخلت على الأرض حسب قولهم هم وادعائهم، ونزلوا علي بالسيارة فجأة وضربوني بقني وبمواسير وبشوكيش وغيبت، واجوا ابناء اخواني وهم يضربوا في وانا مغيب، وضرب طلقة في الهواء تلاشيا للمشكلة، واخذوني على المستشفى وتم تسليم السلاح الذي اطلق فيه ابن اخوي الى الجهات الامنية، وانا دخلت المستشفى وكان عندي شرطة، وابني كان بالدوام لا يعلم شيء وعلم في اتصال، واجي عندي وبات عندي بالمستشفى يومته، اجى من دوامه لثاني يوم روح عساس انه بده يجيني يجيب لي فطور على المستشفى هو والدته. طلع من هون مثل ما قالت والدته انه صلى العصر والحمد لله، وطلع يشتري الأغراض من السوق، والجماعة كانوا يترقبوا فيه، وذهبوا إلى السوق دوار الموقر وأطلقوا النار عليه، كانوا 3 أشخاص، واحد يحمل الببكشن طخه عن قرب تقريبا حوالي حسب حكي الشهود والكاميرا الموجودة كاميرا بنك الإسكان حوالي 3 متر بطلقة ببكشن في ظهره من الخلف، لا علم له ولا يدري عن شيء ولا إله دخل في المشكلة لا من أولها ولا من آخرها، وتم إسعافه وانتقل لرحمة الله تعالى بعد الإصابة تقريبا بساعتين. وعلمت أنه أنا بعد مشكلتنا الأولى اللي صارت أنه المشكلة انحلت عشائريا، وكانت في وجه الشيخ حاكم حديث الخريشة انه ما في اشي لما تبين كل اشي وتنتهي المشكلة، يعني اخذ عهد. تم تسليم الشاب اللي منا ابن اخوي الى الامن مع السلاح، سلاح الصيد الذي اطلق فيه الطلقة عليهم، وانا بالمستشفى وعلي شكوى من قبلهم الى ما حين تنتهي المشكلة. فالجماعة مدبرينها ومزبطينها وخططوا ولحقوا ابني هذا وقتلوه في السوق. وعلمت أنا من الأمن العام بعدين وأنهم يقولوا أفراج شوفي ما حدا حكالي، أثناء اتصال مع الدار علمت أنه تم قتل ابني في هذا اليوم. والله تقطيع الوجه للشيخ إشي كبير كبير جدا، يعني شيخ له وزنه أنه اللي قطع وجهك وقتل المفروض انه يطالب هو الشيخ نفسه في قتله، يطالب في قتله لانه انت قطعت وجهي وانا بدي ايش الاصلاح، خلص موقوف الموضوع، ولدكم ما في اشي بالمستشفى شغلة بسيطة والمشكلة وصلت الامن، فتصرفوا هم بوجهك. اذا ما في امور حازمة شايفة من الشيخ، لو في أمور حازمة ما عملوا هالإشي هذا، لغاية الآن ما جانا إشي، ما اتخذ إشي نهائيا، ما في ولا إجراء، خلص يعني الناس كلها عارفة أنه يعني سألته وقال أنا رايح أتخذ إجراءات بس لغاية الآن ما في إجراءات. طبعا إجت الأمن هنا وألقى القبض عليه بنفس اليوم، بنفس اليوم يجوني عطوا اعتراف، وعطيتهم عطوا اعتراف 6 شهور. أنا طالب الملك شخصيا في هذه الجريمة المدبرة والمراقبة والمتابعة على رجل وهو من رجال أبو حسين في الأمن بإعدامهم فورا، لأن القضية واضحة على الكاميرا مبينة والشهود موجودين وشهدوا في المحكمة، يعني أمورها منتهية وتفاصيلها منتهية، شايفة أنه ينفذ حكم الإعدام فيه فورا، بلاش تكبر المشكلة ويصير فيها أرواح ثانية، ما فيها تأجيل ولا فيها
ليش هلا شو اسمه الامور واضحه كل شيء واضح القاتل مبين على الكاميرات والشهود وكل شيء ما عايزه يعني تاجيل فورا يعني كل شيء واضح وللراي العام وكل شيء كل شيء واضح وكل الاردن كلها عرفت كل شيء كل شيء واضح يعني ما بدها تاجيل الاردن كلها يقولوا ليش ما يعدم انا والده المرحوم راشد حسن راجي الشرع حبيب قلبي راشد لما جاء قال لا يما بدي اروح اجيب فطور لابوي من الموقع حضري حالك عشان نروح نودي لابوي فطور من دوامه يعني لما جاء حضرت حالي فانا حضرت حالي جهزت حالي لما طلعت مع الباب يعني طول قاعد يجي ساعة يعني والله قلبي دقن أنا الصحيح لما طلعت شفت رو يعني حريم فوق هيك شوفي شوفي قالوا يقول لي راشد مطخوخ برجله طلعت مفزوعة ما أدري شو بدي أسوي أنا طبختي على الغاز لما طلعت منهم يقول لي راشد مطخوخ برجله والله ما بعرف وقفت سيارة ما وقفت سيارة يعني ماني لا حتى لا شالة علي ولا إشي ولا يعني علمش يعني واحد لما قالوا مطخوخ ما صدقت ركبت جاء عمو وركبت معه لما قالوا لي قالوا انهم يقول مطخوخ برجله رحت على التوتنجي والنويش مسك ايدي يما انطيني ميه ما يما انطيني ميه حبيبي ايش في شو يا يما ها ها طخين ها ظهر ظهر حسبي الله انا اطالب بس من اللي ذبح ابني والثلاثه عدوار الموقر قدام عيني انا وقدام عين ابوه واخوه لان ما حد ماكل لوعة الولد صايم متحمم صلي حبيبي مات طاهر ولا عمره بحياته سوى اشي مش كويس وحنون لما يروح من الدوام يحب على راسي لما اي ابوه راضي والدين يا حبيب قلبي والله ما عمره زعل بحياته انا لو بس بدي ثغر الزعل ثغر الزعل عشان اي شيء يقسى قلبي عليه ما ماني لاقي ثغر والله ما قعد يمكن ساعة قبل الفطور كان وقالوا لي مش متوفي قالوا بدنا نوديه على المدينة نسوي له عملية أنا هذا اللي جنني هذا اللي جنني إنه ما فيه أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل أطالب الملك عبد الله بإعدام عدوار الموقر نفس من ذبح ولدي عدوار أنا أطالب عدوار ينذبح قدام عيني والله ما في شيء مميز كانت في عندي بسة دايم على الشباك بسة يعني الشباك واقفة قال يمه قل لي اطعمي البسة هاي في مرة دخلت والجاء النار من وراه هاي البسة لستعد زاورا عند الباب كل ليلة أحط له ورجل دخل هذا قبل ما يجوز يموت هاي وقديش بشهرين قال هاي بسته كل ليلة تزورا على الباب حسبي الله على اللي أخذه حسبي الله ونعم الوكيل هاي البسة كل ليلة تجيني على الباب وأحط له أكل ولما أطلع مشوار أقول للبنات حط البسة راشد أكل أخته كانت تداوم بالمستودعات قال يما رني علي الليلة ودخلي تجي عندها نفطر مع بعض نفس اليوم اللي جابوا باسهم وكانوا دي يأخذ الولد الكبير معه على الموقع قلت له لا يما لا تأخذه معك خليت الولد الكبير عندي عمره سنتين وهو طلع وصار اللي صار وساعة جوز أخته كان لابسه هو دايم قال يما الساعة هذه انطيها زياد قبل يصاب هذه قبل كل إشي قبل كل شيء يعني يودع يعني كان يودعنا ولما إجا ولا إشي حسبي الله عليها هاي إما ساعة جوز إختي بس يجي زياد انطوي إياه هيك والله قال لي والبسة هذه ما لا تهملين بظلي أطعمها وهي البسة لحد الآن لحد مبارح أطعمتها لحد مبارح قلت للبنات حط لها حسبي الله عليها بس حابة أحكي أقول أنا طالب الملك أطالبه لأنه كل إشي واضح ولدي مراقبينه من هنا ثلاثة لو أنه سكينة أكل فواكه مهي معه خلوه لما يفوت على السوق وطخوه من ورا لا قالوا لا نادوا عليه ولا شيء يعني بالمرة ضربوه يعني من جذع ولا حتى في إسعاف ما حد أسعف في ناس من قرايب ما حد أسعف حبيب قلبي ما حد أسعفه أنا والله العظيم ما أسعفه ولا الدفاع المدني أسعف أما أنا اللي كانوا موجودين ولا واحد قدر يمسك حتى لو برصاصة أنا لوني أنا زم أحطه على قلبي وزم وين ما أودي وأنا لوني معنا والله تلقى رصاصة عنه أنا تلقى رصاصة عنه حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحمه تدخل في زي الجنان يا رب حسبي الله ونعم الوكيل كل حقك يا ولدي أنا حق ولدي ما راح يروح
أنا طالب بس إنهم يعدمون عشان يطفون نار قلبي وقدام عيني ينعدم. القاتل هنا قدام عينه وقدام عين أبوه وأخوه، لأن أخوه الليل ما ينام، الليل ما ينام، ما تدرون أنتم يعني نستالف حنا الليل ما ننام. وكل طالب الملك شخصياً، شخصياً أنا طالب الملك عبد الله الثاني شخصياً، ابني بريء بريء، ما يدري عن المشكلة نهائياً، يعني ما يدري نهائي. حقه عند الملك عبد الله. أنا أطالب بإعدام اللي ذبحوا ولدي بالموقر وقدام عيني ودشوهم يعدمون عشان أطفي نار قلبي. حسبي الله ونعم الوكيل، بس ما أقول غير هيك. حسبي الله عليه، حسبي الله عليه. محمد فرحان راج السراء، هو ولد عمي. روح من الدوام قال لي واحد من عمامي راشد روح. قلت له كيف روح؟ ما هو السيارة، ما هو كذا، ليش روح يعني ما في شيء؟ قال راح ديروا على أبوه على المستشفى. أنا حكيت معه تلفون يعني بساعة الحادث، يعني كانوا عندنا ناس كثير يعني كانت ناس يعني طرف يحلون المشكلة يعني. لما حكيت ما قلت له يا راشد اجيبك، قال لي لا انا اجيك، انا اخذ سياره واجيك. فروح وجاء عندنا يعني، وتعرف انت ساعه المشكله الناس يعني زعلانه ومضايقه وكذا، وهو قاعد هنا يعني جنبنا وظل ساكت الله يرحمه. فما غلط ولا غلط على حدا ولا حكى ولا جاب سيره حدا بالعاطل او بالباطل. فقال له واحد من العيال دروا نطلع على أبوك، طلع على أبوه على المستشفى وبيت عنده نفس الليل. طبعا نام عند أبوه المستشفى. ثاني يوم لما روحوا وإجوا كان هو الله يرحمه زي ما حكت أمه، كان متوضي ومصلي وطالع يجيب فطور عشان يرجع لأبوه، لأنه موعد أبوه قايل له أجيك قبل الفطور نفطر مع بعض يعني. لما طلع هو على الموقر وشاري أغراض يعني زي ما تقولي خبز شوية خضرة، فكان عند محل الخضرة، فإجا الشباب هذول الاثنين اللي ذكرناهم وكان معهم أسلحتهم، فأطلق النار عليه بدون لا انذار او اي شيء ثاني. اجت الطلقه بمنطقه قاتل بالظهر بالضبط بالمنطقه هذه اجت. انا اني انا فت على المستشفى، انا اول واحد فت على المستشفى عنده بالمنطقه هذه كانت. فاول ما فت على اول ما حكى واحد معنا، حكى مع ابن عمي اللي صغر مني وقال له لك ولد عم مطخوخ على الدوار من نص ساعه، وما حد جاء، ما حد اخذه ولا جاء الاسعاف، لا الاسعاف اجراءات امنيه او كذا، الله اعلم شو اللي صار معهم بالضبط. لكن لما طلعت انا على الدوار لقيت الناس ملتمه، ما نزلت شفت باص الاسعاف، لحقته رحنا للمستشفى جميلة التوتنجي. فت غرفه العنايه الحثيثه وانه حوالي 4 أو 5 اطباء، فكانوا يعني المنظر اللي هو اللي هم شايفين كان صاحي مش صاحي، يعني انسان حكيت معاه شعوريا لا كان يصرخ، كان يصرخ من شدة. وقفت بجنبه وسألني الشرطي اسمك، قلت له اسمه فلان فلان، هذا ولد عمي بس بعدين نسولف انا وياك. لا الشرطي كان مصدوم من المنظر، يعني المنظر، لانه المنظر اول شيء كانوا مغطين هم، لا لانه كان انسان صاحي بس غير واعي من شدة الصواب، غير واعي اللي يدور حوله، غير واعي ابد. فكانوا يمسح الدم من المنطق الظهره، فأنا كنت أفكر إنه الدم هذا هو سبب الإصابة، لكن لما شفت الإصابة نفسها يعني كان منظر يعني البدن نفسه يقشعر منه، لأنه كانت عن مسافة قريبة، عن مسافة 4 متر أو 5 متر، فكانت مسببة معه نزيف داخلي شديد، وكانت الكلية عنده توقع الرئة كما ذكر الطبيب شو اسمه الشرعي. وفتنا على المستشفى جوا، اخذنا الدم
نحط له دم. فيقول لي تبع الدم والله ما في دم، جيب لي دم. قلت له انا اجيب لك دم، منين اجيب لك دم انا قادر امشي؟ قال اجيب لي دم من مستشفى البشير. واخذنا ورقه ورحنا لمستشفى البشير وجبنا دم. لما فتنا عليهم انه يقول لازم نطلعه على المدينه نسوي له عمليه، باللحظه هذه كان متوفي الله يرحمه، كان متوفي. وضعوه بباص الاسعاف تحفظا وامنيا واخذوه على المدينه. وكانت الفاجعه يعني انه خلاص احنا ما كنا عارفين بالتوتنجي، لكن بالمدينه عرفنا انه كان متوفي. كانت فاجعه ومصيبه. الفراغ اللي تركه راشد في حياتنا ما يعني صعب يتعوض، او صعب انه يجي حدا ويعوض، مستحيل. سو احكي له، احكي له من نفسي انا اروح عنده، نفسي اكون معه، كلام نفسه يا يعني عم يكون عنده. راشد غير عن الناس، صعب صعب انه حدا يعوض راشد او يكون به بدال. مين مكان، مين مكان ابوه واخوه وعمامي كلهم ما كانوا زيي، ما في حد زيي. يعني كنت اتمنى انه انا اللي ميت بدال، كنت اتمنى لو اعرف انه يقدم ساو او يستد او انه طخوا واحد زي، قسم بالله لا انا اقول له خلاص طخوني انا ما في مشكله، بس انه اتركوه هو. يعني هو غير عن الناس كلها، ما حد يعرفه قدنا. يعني احنا عيال عم وابوه ما يعرفوا قدنا احنا، لانه يقضي حياته معنا، عطلته معنا، دوامه معنا، دوامه يرجع عطلته معنا حنا. يعني هي يطلع معي انا، هي يطلع معي العم والثانيين. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على اللي صار. حنا نطالب عبركم يعني انه ان شاء الله انه توصلوا انه الاعدام القاتل والمساعدين له اخوانه اللي كانوا معه مشوا وراه مسافة 5 كيلو، لحقوه 5 كيلو، واخر شيء طخوا واحد لا كان له طرف بالمشكلة ولا سوى ولا ضرب ولا غلط عليكم. وشاب صغير يعني لو انا مكانهم والله ما احكي معه، والله ما احكي معه. كيف وين ما والله حتى منطقه كان ابوه مكتوب راح تحفظ علي وابوه مصير، هي دوم التقييف اللي كانوا مقيفوه يرفعونه، هاي شايفه كانوا دم يرفعونه علي يا حبيب قلبي، ترى فشله بالجنه يا رب. هي شايفه هي صورته هذه، كل يوم انام اظل اصيح للصبح ما حد يدري عني اصلا، والله ما حد يدري عني يا حبيب قلبي يا عمري. انت لك اللي عمره محتفظة به، محتفظة به إلا مني أموت، واخذ المعي والبس لبس والله غير البس الموجود عليه على الجنة يا رب يا عبي. أنا عايشة بحلم أصلا، ما أنا مصدقة راشد توفى، والله ما أنا مصدقة، أنا بالله العظيم ما أنا مصدقة، والله لحد الآن ما أنا مصدقة يا رب علي جن مصدق راشد توفى الله يرحمه يا حبيب قلبي يا حبيب. انا كل ليله اشوفه بالمنام، كل ليله ليلاتي يا قلبي يا عيال يا عمري يا راشد يا روح يا تركت فراق، والله كسرت قلبي، والله ظهري مكسور، والله ماني قادره امشي يا ناس. قال اطلع اطلعي، ماني طالع، ما اقدر اطلع، ما اقدر اطلع يا عالم، ما اقدر اطلع، ما اقدر اروح. الاكل والله ما فات حلقي من يوم ما مليت بطني من يوم ما توفى، يحرم علي